مشاهدينا خلينا نروح لدينا شرف نستعرض معاها أهم الأحوال الجوية والطقس. اتفضلي يا دينا. شكرا لك منا. ودلوقتي فعلا جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في اول الليل، مائل للبروده في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه على بعض المناطق. في كمان فرص امطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على مناطق متفرقه وفترات متقطعه على القاهره الكبرى. فرص امطار خفيفه الى متوسطه، رعديه احيانا على الوجه البحري، وامطار خفيفه الى متوسطه، رعديه احيانا على السواحل الشماليه ووسط سيناء ومدن القناه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. طمنينا عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان الشبوره المائيه كانت صباحا كثيفه او من مساء كمان، وساعات الفجر كانت كثيفه جدا لحد يعني بتصل لحد الضباب زي ما بنقول. هو احنا طبعا يمكن بعد ال 48 ساعه الماضيه واللي كان فيها تقلبات جويه وحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وطبعا شهدنا سقوط الامطار في المحافظات المختلفه، اليوم هيكون في تحسن في الاحوال الجويه عن امس بشكل كبير. كميات الامطار هتقل وتبقى موجوده في بعض المناطق المتفرقه من الجمهوريه، لكن هي اقل بكثير من امس. فاليوم متوقع ان يكون في استمرار لتاثير المنخفض الجوي، لكن اقل تاثيرا من امس واول امس، والامطار هتكون امطار خفيفه قد تكون متوسطه في بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه، وايضا بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، وقد تمتد الامطار خفيفه لمناطق من محافظات القاهره الكبرى او جنوب سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر، لكن هي غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وبتكون على فترات متقطعه من اليوم وبتكون منطقه دون الاخرى. بالنسبه لدرجات الحراره خلال فتره النهار، ما زلنا درجات الحراره حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، عظمى على القاهرة الكبرى متوقع 28 درجة مئوية، فبالتالي الطقس احساسي بيه هو طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا شمال الصعيد، معتدل تماما على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ده فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، فور غياب اشعه الشمس وصلنا فترات الليل هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، طبعا ملموس اكثر ومحسوس في ساعات الليل المتاخر اللي هي فتره الفجر وفتره الصباح الباكر، بدانا نحس بمزيد من البروده في الفترات دي، اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه المدن الجديده، الاماكن المفتوحه بشكل كبير، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي. بالنسبه للشبوره المائيه، ما زالت الشبوره المائيه ظاهره جويه بتاثر فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي بالفعل احيانا بتوصل لحد الضباب. يمكن احنا عملنا تحديث خلال فتره مساء امس وقلنا ان الشبوره المائيه اليوم شبوره مائيه كثيفه قد تصل لحد الضباب في بعض الاماكن، يعني الرؤيه الافقيه في بعض الاماكن من الجمهوريه خاصه اللي كان فيها امطار بشكل كبير امس هنلاقي فيها شبوره مائيه كثيفه بتوصل لحد الضباب، يعني الرؤيه الافقيه بتنخفض احيانا ل 1000 متر في بعض الاماكن وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا خلال الساعه اللي جايه تدريجيا الشبوره المائيه هتتلاشى والرؤيه الافقيه هتتحسن على اغلب الطرق. متوقع غدا ان ترجع تاني كميات الامطار تزيد وتبدا كميات الامطار يعني تغطي معظم محافظات الجمهوريه، لان المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا هيتعمق مره اخرى على جمهوريه مصر العربيه، فبالتالي هيكون عندنا فرص لسقوط الامطار متفاوته الشده والرعديه في اغلب المحافظات، هيكون عندنا كمان انخفاض في قيم درجات الحراره فتره النهار عظمى على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه، بالاضافه كمان ان هيكون عندنا نشاط للرياح ده هيخلي فيه مزيد من الاحساس بالظبط، فاحنا لازم ناخد بالنا خلال الايام المقبله من نوعيه الملابس مستمره لحد نهايه الاسبوع هذه الانخفاضات في درجات الحراره؟ انخفاضات درجات الحراره بالفعل لحد نهايه الاسبوع مطلع الاسبوع اللي جاي، لكن مع يوم الخميس كميات الامطار هتقل ويكون في استقرار في الاحوال الجويه، لكن انخفاض درجات الحراره مستمر تكمل معانا الايام المقبله. ناخد بس بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او في ساعات الليل المتاخر.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز العام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 28، الصغرى 22، العاصمه الاداريه 29 20، اسكندريه 28 19، العلمين الجديده 27 18، مطروح 26 17، دمياط 27 21، بورسعيد 27 22، اسماعيليه 29 21، السويس 28 21، العريش 27 17، كاترين 25 13، طابا 28 20، حلايب 30 23، شلاتين 31 23، شرم الشيخ 32 23، الغردقه 32 22، الفيوم 27 18، بني سويف 28 18، الوادي الجديد 34 18، أسيوط 31 17، سوهاج 33 19، قنا 34 22، الأقصر 34 22، وأخيرا أسوان 35 23. بنأكد على حضراتكم مرة تانية توخي الحذر أثناء القيادة خصوصا في الساعات الأولى من الصباح علشان الشبورة المائية، وبنأكد مرة تانية إن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هيبدأ من الغد حتى نهاية الأسبوع. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك.